السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل المحاضرة الأخيرة في الحركة على خط مستقيم الستريت لاين موشن، وفي الجزء ده هنتناول الحل البياني للحركة على خط مستقيم. في الجزئين اللي فاتوا كان الحلول اللي عندنا كانت بتتم بشكل تحليلي، يا إما بضطر إن أنا أعمل عملية تفاضل يا إما أعمل عملية تكامل على حسب شكل المسألة. في الجزء ده الحلول البيانية للحركة في خط مستقيم. الجزء الأولاني في المحاضرة اللي هو بيتكلم على الحركة الغير منتظمة. الحركة الغير منتظمة للحركة في خط مستقيم، أنا عندي معظم أنظمة الحركة في الواقع بتكون الحركة بتاعتها غير منتظمة. على سبيل المثال، مثلا لو عندي عربية بتتحرك على طريق، السيارة ديت ممكن تقف في أي لحظة، ممكن تكون بدأ حركتها من السكون، ممكن تعمل عدة وقفات متتالية أو غير متتالية أثناء الرحلة. الحركة الغير منتظمة بتحصل لما يكون عندي البارامترات الخاصة بالحركة اللي هي الموضع والسرعة والعجلة مش مستمرة على شكل دالة، بل بتحصل فيها قفزات أو انحناءات حادة كما هو موضح بالشكل. لو جينا نبص للشكل ده مثلا، منحنى الموضع مع الزمن، هتلاقي في الفترة الأولانية مثلا من زيرو لزمن تي واحد شكل متجه الموضع ليه شكل معين، في المرحلة التانية ليه شكل تاني. ده معناها إن أثناء الرحلة الجسم ما بيتحركش بنفس الشكل وما بيتغيرش بنفس الشكل كتغير الموضع مع الزمن، لا، ده كل فترة لها المنحنى الخاص بيها ولها شكل الحركة الخاصة بيها. لو جيت تبص نفس الموضوع لمنحنى السرعة مع العجل مع الزمن، هتلاقي ان في الفترة الاولانية السرعة بتتغير مع الزمن تغير في شكل علاقة خط مستقيم. الفترة التانية بيتحرك وكأنه السرعة الجسم اللي عندي بيتحرك بسرعة ثابتة. لو جيت تبص مثلا لمنحنى العجلة اللي عندي، هتلاقي في الفترة الاولانية كان بيتحرك بعجلة مقدار ثابت كقيمة اكبر من الزيرو. في الفترة التانية الجسم اللي عندي بيتحرك بعجلة بتساوي زيرو، وده شيء منطقي لأن السرعة كانت في الفترة دي مقدار ثابت. المقصود من الكلام إن الجسم اللي عندي خلال فترة الحركة أو خلال الرحلة اللي أنا بدرس فيها الحركة ما بتحكمهوش علاقة واحدة فقط بتقدر توصف لي متجهات أو متغيرات الحركة. عند تحليل الحركة الغير منتظمة احنا لازم تكون عارف ان انت محتاج ان انت هتاخد كل جزء منفصل عن الاخر تدرسه. يعني احنا بنحلل كل جزء لوحده وبنبدأ نحل كل جزء لوحده ومنفصل عن الجزء الاخر. يعني علشان مثلا احل حركة الجسم الموضحة بالشكل، لما اجي اشتغل واحل الجسم ده هاخد الفترة الاولانية اللي هي من زمن زيرو لزمن تي واحد مثلا، لانها بتحكمها علاقة واحدة اللي هي الاس بتساوي سي تي سكوير، وابدا احل الفتره ديت، اجيب لها الموضع، اجيب لها السرعه، اجيب من السرعه العجله. وطبعا عشان انت تجيب السرعه بتفاضل، يبقى التفاضل بتاعها ان السرعه 2 سي في التي. لو جبت فاضل عشان تجيب العجله في المرحله ديت بتساوي كونستانت 2 سي. نفس الموضوع لو خدت من زمن تي 1 لحد زمن تي 2، هتلاقي ان الموضع بيحكم علاقه اي تي زائد بي. لما تيجي تجيب منها علاقة السرعة في الفترة دي تلاقي ان علاقة السرعة لانها تفاضل الموضع بالنسبة للزمن تديك مقدار ثابت. لما تيجي تجيب العجلة في المرحلة ديت من تي واحد لتي اتنين تلاقي ان العجلة تفاضل الثابت بزيرو، يبقى العجلة بتساوي زيرو. يبقى في الحل البياني او في الحل الحركة الغير منتظمة باخد مرحلة مرحلة وابدأ ادرسها بشكل منفصل. الاهم من كده اللي انت لازم تلاحظه ان نهاية المرحلة الاولانية هو بالنسبة لي يمثل الـ initial condition للمرحلة الثانية، ونهاية المرحلة الثانية بالنسبة لي يمثل الـ initial condition للمرحلة الثالثة. يعني على سبيل المثال لو أنا خدت المرحلة دي ودرستها، وبعد ما انتهيت من دراسة المرحلة ديت فبقى معلوم عندي زمن البداية، سرعة البداية وموضع الابتدائي والعجل الابتدائية. في نهاية الفترة معلوم عندي السرعة النهائية بتاعت الفترة الأولى والموضع النهائي بتاع الفترة الأولى والعجلة النهائية بتاعت الفترة الأولى. التلات حاجات دول باخدهم للفترة التانية وكأنهم هما الـ initial condition، هما الشروط الابتدائية للمرحلة التانية. يعني لما أجي أدرس المرحلة التانية
الشروط الابتدائية لدراستها هي الشروط النهائية للمرحلة التي تسبقها مباشرة. لما يكون عندي جسم بيتحرك حركة غير منتظمة، أفضل شيء لوصف الحركة دي والتعامل معها إن هي نتعامل معها كحل بياني باستخدام عدة كيرفات متتالية بتوصف لي الحركة خلال الفترات المتتالية لحركة الجسم. علشان أبدأ أتعامل بيانيا، العلاقات اللي بتتحكم في متجه أو العلاقات اللي بتتحكم في البارامترات الخاصة بالحركة، أنا عندي إن السرعة تفاضل الموضع بالنسبة للزمن، العجلة تفاضل السرعة بالنسبة للزمن، العجلة الـ V dV by dS. العلاقات دي خدناها في المحاضرات اللي فاتت، وقدرنا لو هو عاطيني علاقة الموضع أفاضل أجيب السرعة، أفاضل السرعة أجيب العجلة، لو هو عاطيني العجلة أكامل أجيب السرعة، أكامل أجيب الموضع. العلاقات ديت لها معنى هندسي. معناها الهندسي إيه؟ العلاقة الأولى اللي هي الـ V بتساوي dS by dt، دي بتعبر عن علاقة السرعة اللحظية عند أي لحظة، ومعناها من القانون بتاعها إن هي عبارة عن ميل مماس منحنى الموضع مع الزمن عند أي لحظة. يعني عند أي لحظة زمنية T1 من منحنى الموضع مع الزمن، لو قدرت أجيب الميل بتاع المنحنى ده، الميل هو عبارة عن المشتقة الأولى اللي هي dS by dt اللي هو يديني السرعة. اخد القيمه ديت اروح اوقعها في منحنى السرعه مع الزمن. العلاقه الثانيه كانت بتقول لي ان العجله تفاضل السرعه بالنسبه للزمن، ودي علاقه بتديني العجله اللحظيه او العجله عند اي لحظه زمنيه، وهي عباره عن ميل مماس منحنى السرعه مع الزمن. يعني عند زمن T1 لو قدرت اجيب ميل منحنى السرعه مع الزمن يديني قيمه العجله عند زمن T1. يعني انا اقدر انشئ المنحنيات السرعة والعجلة اعتمادا على منحنى الموضع، لأن العلاقات اللي بتربط ما بينهم بتقول لي إن السرعة هي ميل مماس منحنى الموضع مع الزمن، إن العجلة هي ميل مماس منحنى السرعة مع الزمن. تعال نبدأ خطوة خطوة. هناخد المنحنيات الخاصة بالزمن، منحنى الموضع مع الزمن، منحنى السرعة مع الزمن، منحنى العجلة مع الزمن. تعال نبدأ بأول حاجة. لو كان معطى بالنسبة لي منحنى الموضع مع الزمن، هيبقى اكيد مطلوب مني ان انا انشئ منحنى السرعه مع الزمن. منحنى الموضع مع الزمن انا ممكن ارسمه لاي جسم بيتحرك بحركه غير منتظمه، وده ممكن يتم استنتاجها معمليا ورسمها عن طريق الكمبيوتر ويديني منحنى الموضع مع الزمن. خلاص بقى معلوم بالنسبه لي منحنى الموضع مع الزمن. عايز انشئ منه منحنى السرعه مع الزمن. انا عارف ان العلاقه اللي بتربط ما بين الموضع والسرعه هي ان السرعه تفاضل الموضع بالنسبه للزمن، يعني معناها ان السرعه هي عباره عن ميل مماس منحنى الموضع مع الزمن. يعني السرعه اللي عندي عشان اجيب السرعه عند اي لحظه زمنيه اجيب ميل مماس منحنى الموضع عند مع الزمن عند هذه اللحظه يديني قيمه السرعه عند هذه اللحظه. يبقى السرعه هي عباره عن ميل مماس منحنى الموضع مع الزمن عند زمن معين تي بتساوي تي واحد. لو انا قدرت اجيب الكلام ده لاكتر من نقطه فانا اقدر ارسم المنحنى. يعني انا عندي عند نقطه زمن تي بتساوي تي واحد اقدر اجيب ميل مماس منحنى الموضع مع الزمن، عند النقطه ديت هي قيمه السرعه عند زمن تي واحد، وهكذا اقدر ارسم منحنى الموضع السرعه مع. يبقى ده معناه ان انا اقدر احسب قيم السرعه عند فترات زمنية مختلفة من خلال منحنى الموضع مع الزمن، إن أنا أجيب ميل المماس عند هذه اللحظة. على سبيل المثال، لو أنا عند زمن T1 لو قدرت أجيب ميل المماس عند زمن T1 اللي هو dS by dt عند زمن T1 يديني السرعة V1، أروح أوقعها في منحنى السرعة مع الزمن. عند الفترة الزمنية اللي بعدها T2 أقدر أجيب ميل المماس منحنى الموضع مع الزمن عند هذه اللحظة اللي هي T2، فأقدر أجيب ميل المماس بيمثل بالنسبة لي السرعة عند زمن T2، أروح أوقع السرعة. عند زمن T3 أقدر أجيب ميل مماس، ولو تلاحظ الفرق ما بين الميل المماس ده وميل المماس ده إن ميل المماس هنا كان موجب إنما ميل المماس هنا سالب، فهيديني سرعة سالبة.
فاقدر اجيب ميل المماس اللي هو بالنسبه لي يمثل المشتقه الاولى للموضع بالنسبه للزمن عند زمن تي 3، يبقى انا قدرت اجيب السرعه في 3 انزل اوقعها في المنحنى بتاع السرعه مع الزمن من خلال النقط اللي انا وقعتها، اللي هي النقط اللي هي الفي نود والتي والفي 1 والفي 2 والفي 3 والفي 4 والفي 5 وهكذا، اقدر اوصل ما بين النقط ديت، فبذلك اكون انشات منحنى السرعه مع الزمن. طيب الحاله الثانيه، انا خلاص كان معطى بالنسبه لي الموضع مع الزمن، قدرت اجيب منه السرعه مع الزمن، لان انا عارف ان السرعه هي ميل مماس منحنى الموضع مع الزمن. نفس الموضوع بالنسبه لي خلاص منحنى السرعه مع الزمن بقى معلوم، اقدر انشئ منه منحنى العجله مع الزمن. نفس اللي حصل هناك بالظبط، العلاقه اللي بتربط ما بين العجله والسرعه والزمن هي ان العجله بتساوي الدي في باي دي تي، يعني تفاضل السرعه بالنسبه للزمن، يعني العجله هي المشتقه الاولى لمنحنى السرعه مع الزمن، ده معناه ان العجله هي ميل مماس منحنى السرعه مع الزمن عند اي لحظه زمنيه. يعني زي ما قدرت من منحنى الموضع مع الزمن عند زمن تي واحد لو قدرت اجيب ميل المماس فاداني السرعه في، رحت وقعتها في المنحنى اللي عندي ووقعت عدة نقط فقدرت أرسم منحنى السرعة مع الزمن. لو عندي زمن تي واحد في منحنى السرعة مع الزمن قدرت أجيب ميل المماس اللي هو بالنسبة لي يمثل الدي في باي دي تي اللي هي العجلة، أقدر أروح أوقعها في منحنى العجلة، وبذلك أكون قدرت أوصل لمقدار السرعة العجلة عند زمن تي واحد، وهكذا أقدر أجيب ميل المماس عند تي واحد وتي اتنين وتي تلاتة وتي أربعة لمنحنى السرعة مع الزمن. هي دي بالنسبة لي تمثل القيم بتاعة الـ A1 والـ A2 والـ A3، فأقدر أرسم منحنى العجلة مع الزمن. على سبيل المثال لو منحنى السرعة مع الزمن معلوم بالنسبة لي وعايز أنشئ منحنى العجلة مع الزمن عند عدة فترات زمنية، عند زمن تي زيرو أقدر أجيب ميل مماس منحنى السرعة مع الزمن اللي هو يمثل بالنسبه لي الدي في باي دي تي عند زمن زيرو، هو ده بالنسبه لي يمثل الاي نود، راح اوقع قيمه السرعه قيمه العجله عند الزمن تي زيرو. عند زمن تي واحد اقدر اجيب ميل مماس السرعه مع الزمن اللي هي الدي في باي دي تي عند زمن تي واحد، فيديني مقدار العجله عند اي واحد، فاروح اوقع عند زمن تي واحد مقدار العجله اي واحد. نفس الموضوع عند زمن تي اتنين، اقدر اجيب ميل مماس السرعه مع الزمن عند زمن تي 2 يديني مقدار العجله عند اي 2. نفس الموضوع هكذا عند اي 3، قدرت اجيب عده قيم لقيمه العجله عند ازمنه مختلفه تي 0 وتي 1 وتي 2 وتي 3، اوصل ما بين هذه النقط يديني منحنى العجله مع الزمن. لاحظ ان منحنى الموضع مع الزمن لكل فتره يمكن التعبير عنه بعلاقة رياضية اللي هي تكون S دالة في الزمن، وبناء عليه أقدر أستنتج من العلاقة الرياضية بتاعت كل مرحلة علاقة السرعة بتاعت هذه المرحلة عن طريق إن السرعة بتساوي تفاضل الموضع بالنسبة للزمن. نفس الموضوع أقدر أجيب علاقة العجلة عند كل فترة زمنية من علاقة السرعة اللي أنا كنت مستنتجها من علاقة الموضع. ده التفاضل. تعال نشوف إيه اللي بيحصل في التفاضل. على سبيل المثال لو أنت أكيد عارف من دراستك في التفاضل في الترم الأول إن التفاضل بيقلل من درجة المعادلة البولينوميال درجة، يعني لو عندي المعادلة البولينوميال اللي عندي اللي هي كثيرة الحدود من الدرجة n، فلو عملت لها تفاضل مرة فتنزلها لدرجة n ناقص واحد، لو عملت لها تفاضل مرتين يبقى تنزلها لدرجة n ناقص اتنين، يعني كل عملية تفاضل بتنزل من درجة المعادلة درجة واحدة. يعني لو منحنى الموضع مع الزمن كان من الدرجة التانية، ده معناها ان منحنى السرعة مع الزمن بيكون من الدرجة الأولى، يعني خط مستقيم مايل. ده معناه ان منحنى العجله مع الزمن من الدرجه الزيرو اللي هو مقدار ثابت، يعني مثلا لو الموضع بيساوي تي تربيع فتبقى السرعه تفاضل الموضع تبقى 2 تي، فبقت علاقه خط مستقيم، فتبقى العجله بتساوي تفاضل السرعه اللي هي 2 اللي هي مقدار ثابت. تعال نشوف التكامل، لان في الشرح اللي فات كان بادئ عندي بمنحنى الموضع
مع الزمن، فكنت بفاضل يعني بجيب ميل المماس، اجيب منحنى السرعة مع الزمن، وبعد ما فاضل منحنى السرعة مع الزمن اللي هو ميل المماس اجيب منحنى العجلة مع الزمن. فاكيد لو هو بدأ المسألة بشكل عكسي وبدأ بمنحنى العجلة مع الزمن، هو انا لو كان عندي علاقة العجلة مع الزمن عشان اجيب السرعة كنت بضطر اروح اعمل عملية تكامل. زي ما فهمنا في الجزء الاولاني اللي شرحناه في المحاضرة بتاعت النهاردة، ان المعنى الهندسي لعملية التفاضل هو ميل المماس، تعال نشوف المعنى الهندسي لعملية التكامل. الانتجريشن في الفترة الزمنية من تي واحد لتي اتنين، فانا لو عندي منحنى، لو عندي ال v بتساوي ال ds by dt، لو عملت فصل متغيرات فتبقى ال ds بتساوي ال v dt، لو عملت عملية تكامل لل ds من s1 ل s2 وال v dt من t1 ل t2، وتروح تعمل عملية تكامل يديك التكامل s2 ناقص s1 بتساوي تكامل علاقة السرعة بالنسبة للزمن. ده معناها ان ال s1 ناقص ال s2 ناقص ال s1 اللي هي الدلتا s بتساوي التكامل منحنى السرعة مع الزمن. يبقى انا لو عندي السرعة، ما انا عارف من المحاضرة اللي فاتت ان انا لو كملت السرعة يديني الموضع، بس ما بيدينيش الموضع، بيديني الديسبليسمنت في الفترة ديت، بيديني الإزاحة اللي حصلت في الفترة، ما بيدينيش الموضع، بيديني الفرق ما بين موضعين اللي هي الإزاحة. طب لو كان عندي علاقة العجلة بتساوي الدي في باي دي تي، اضرب طرفين في وسطين يبقى الدي في بتساوي الاي دي تي، روح اعمل عملية تكامل هتوصل في الآخر ان ال V2 ناقص ال V1 اللي هي الدلتا V بتساوي تكامل علاقة العجلة بالنسبة للزمن. خلي بالك من العلاقتين دول، بص لهم كويس عشان لما يتنقل للشريحة اللي جاية. العلاقة الأولانية بتقول لي إن التغير في الموضع بيساوي التكامل السرعة بالنسبة للزمن في الفترة الزمنية من T1 لT2، إن التغير في السرعة اللي هو ال V2 ناقص ال V1 بتساوي تكامل العجلة بالنسبة للزمن في الفترة الزمنية من T1 لT2. العلاقة الأولانية اللي هي الدلتا اس او الاس 2 ناقص اس 1 بتساوي تكامل ال في دي تي، وانا عارف المعنى الهندسي لعملية التكامل هو المساحة تحت المنحنى. ده معناها لما اقول لك ان الدلتا اس بتساوي تكامل ال في دي تي، ده معناها ان هي بتعبر عن المساحة تحت المنحنى السرعة مع الزمن في الفترة الزمنية من تي 1 لتي 2، بيديني التشينج ان بوزيشن، ما بيدينيش البوزيشن، بيديني التغير في السرعة او بيديني الديسبليسمنت اللي هي الازاحة. يبقى لما يجي يقول لك ان المساحة تحت منحنى السرعة مع الزمن بيديك الموضع، لا، بيديني التغير في الموضع اللي هو الازاحة خلال الفترة الزمنية من تي 1 لتي 2. العلاقة التانية اللي هي ال V2 ناقص ال V1 بتساوي الدلتا V اللي كانت بتساوي تكامل العجلة بالنسبة للزمن في الفترة من تي لتي 1، ده معناها ان التغير في السرعة ال change in velocity مش السرعة بتساوي المساحة تحت منحنى العجلة مع الزمن. العلاقتين دول هاخدهم ان انا اقدر انشئ منهم منحنى السرعة مع الزمن والموضع مع الزمن من منحنى العجلة مع الزمن، لان انا عارف لما بيكون عندي العجلة عشان اجيب السرعة بعمل عملية تكامل، والتكامل يعني المساحة تحت المنحنى. لو عندي منحنى السرعة مع الزمن عشان اجيب الموضع فكنت بعمل عملية تكامل. طب انا ما عنديش العلاقة اللي انا هكملها، يبقى اروح اجيب المساحة المنحنى. فأول حالة لو أنت بادئ عندك معلوم العجلة مع الزمن كمنحنى وطالب مني إن أنا أنشئ منحنى السرعة مع الزمن، أنا عارف إن السرعة بتيجي من تكامل العجلة، يعني لو عندي منحنى العجلة وعايز أنشئ منه منحنى السرعة، المفروض إن أنا بلجأ للعلاقة إن العجلة بتساوي تفاضل السرعة بالنسبة للزمن اللي إحنا خلصناها في الشريحة اللي فاتت، واروح اعمل فصل متغيرات فتبقى الدي في بتساوي ايه دي تي، واروح اعمل عملية تكامل يديني العلاقة دي ان الدي في الدلتا في اللي هي الفي 2 ناقص الفي 1 بتساوي التكامل العجلة بالنسبة للزمن من زمن تي 1 لتي 2. يعني لو عندي من زمن تي 1 لتي 2 وهتخيل ان عندي السرعة عند في 1 كانت معلومة اللي هي الفترة الابتدائية اللحظة الابتدائية للفترة من تي 1، وعايز احسب منها السرعة عند زمن تي 2 وانا ما عنديش السرعة النهائية شكلها ايه. فالعلاقة
استنتج او استخدم القانون اللي احنا استنتجناه ان الدلتا في اللي هي الفي 2 ناقص الفي 1 بتساوي تكامل العجله في المرحله دي. طب انا ما عنديش العجله عشان اكملها، يبقى التكامل اشيل واحط مكانه المساحه تحت المنحنى. يبقى معنى كده ان الدلتا في يا اما لو انت عندك العلاقه تروح تكملها فتجيب الفي 2 ناقص الفي 1 اللي هي دلتا في، ما عنديش العلاقه عشان اكملها يبقى اجيب المساحه تحت المنحنى. يبقى علشان انسب منحنى السرعه مع الزمن من منحنى العجله مع الزمن همشي فتره فتره وابدا اطبق القانون اللي عندي ده. القانون بيقول مثلا لو انا هبدا من فتره تي 0 لتي 1 فهقول ان الفي 1 بتساوي الفي 0 زائد الدلتا في. هو مستنتج من القانون ده ان انا وديت الفي 1 دي هناك باشاره موجبه، فتبقى الفي 2 اللي هي الفي الجديده بتساوي الفي القديمه زائد مقدار التغير اللي حصل في السرعه. يبقى الفي 1 السرعه عند زمن تي 1 بيساوي السرعه الابتدائيه زائد مقدار التغير اللي هو الدلتا في، والدلتا مقدار التغير ده بالنسبه لي يمثل المساحه تحت المنحنى. مساحه تحت المنحنى، جبت السرعه في 1 اقدر اجيب السرعه في 2. يبقى السرعه في 2 بتساوي طبعا في المرحله الجديده اللي هي من تي 1 لتي 2 معلوم عندي خلاص الفي 1 اقدر اجيب منها الفي 2. يبقى الفي 2 بتساوي مقدار السرعه الابتدائيه للمرحله زائد الدلتا في اللي هو المساحه تحت المنحنى. اقدر اجيب منها الفي 3 في الفتره الزمنيه من تي 2 لتي 3، بقى معلوم عندي خلاص الفي 2 كسرعه ابتدائيه للمرحله الجديده. يبقى الفي 3 بتساوي الفي 2 زائد مقدار المساحه تحت المنحنى اللي هو الدلتا في، وهكذا لحد ما تقدر تجيب كل قيم السرعه خلال الرحله بتاعه الجسم واثناء الحركه بتاعته. ده اللي احنا بنقوله، يعني في الفتره الزمنيه من تي 1 لتي 2 يبقى الدلتا في بتساوي المساحه تحت المنحنى. لو قدرت اجيب المساحه تحت المنحنى وانا عندي السرعه الابتدائيه اقدر اجيب السرعه النهائيه. الدلتا في اللي هي المساحه تحت المنحنى اللي هو الجزء الاحمر ده هو بيمثل بالنسبه لي المقدار الصغير ده اللي هو مقدار التغير في السرعه من في 1 لفي 2. خلاص انشات منحنى السرعه مع الزمن. اقدر من منحنى السرعه مع الزمن انشئ منحنى الموضع مع الزمن. طبعا في الشريحه اللي قبل اللي فاتت كنا احنا استنتجنا القوانين ديت. العلاقة اللي تربط ما بين السرعة والموضع من الزمن هي ال V بتساوي دي اس باي دي تي، اضرب طرفين في وسطين يبقى ال دي اس بتساوي ال V دي تي. روح اعمل عملية تكامل توصل العلاقة ان ال S 2 ناقص ال S 1 اللي هي الدلتا S بتساوي تكامل ال V بالنسبة للزمن من تي 1 لتي 2. يعني لو عندي منحنى السرعة مع الزمن وانا عايز انشئ منه منحنى الموضع مع الزمن فانا هاخد فتره فتره كالعاده في الحركه الغير منتظمه. فالقانون رياضيا لما تم استنتاجه بيقول لي ان مقدار التغير في الموضع اللي هو الازاحه في الفتره الزمنيه من تي 1 لتي 2 بتساوي التكامل. طب انا ما عنديش العلاقه عشان اكملها، انا عارف ان المعنى الهندسي للتكامل هو المساحه تحت المنحنى. وتبدا تتحرك مرحله مرحله. على سبيل المثال لو انت معلوم عندك الاس نود فتقدر تقول ان الاس 1 بتساوي الاس نون زائد الدلتا اس. مين الدلتا اس؟ الدلتا اس هي عبارة عن التكامل السرعة بالنسبة للزمن او المساحة تحت المنحنى. فلو انت بتشتغل في الفترة من تي 0 لتي 1 ومعلوم عندك الاس نون يبقى الاس 1 اللي هي الاس النهائية في المرحلة الاولى بتساوي الاس نون زائد المساحة تحت منحنى السرعة مع الزمن يديني قيمة اس 1 اللي هي القيمة عند زمن تي 1. تدخل على الفترة اللي بعد كده من تي 1 لتي 2 معلوم عندك الاس 1 خلاص بقت بالنسبة لي هي الشروط الابتدائية للمرحلة الجديدة، فأقدر أقول إن الاس 2 بتساوي اس 1 زائد الدلتا اس. مين تاني الدلتا اس؟ الدلتا اس هي المساحة تحت المنحنى. يبقى الاس 2 بتساوي الاس 1 زائد المساحة تحت المنحنى اللي هي متهشرة باللون الأخضر ده يديني الموضع اس 2. وهكذا نقطة نقطة وبعدين اروح اوصل ما بين النقط يتم انشاء بالنسبة لمنحنى الموضع مع الزمن. وانت بتحل الحلول البيانية عشان المطالب بتاعة المسألة فخلي بالك
ان المساحة، وده احنا قلنا اثناء الشرح، خلي بالك ان المساحة تحت منحنى السرعة مع الزمن بيديني التغير في الموضع، ما بيدينيش الموضع. المساحة تحت منحنى العجلة مع الزمن بيديني الـ change in velocity، ما بيدينيش الـ velocity، ما بيدينيش السرعة، بيديني التغير في السرعة. الـ area above the t axis، الـ area المساحة أعلى منحنى الأفقي، الخط الأفقي اللي هو محور t، ده معناها increase في الاس. يعني لو انت بتمشي منحنى الفي او منحنى الاس، ده معناها ان هو زيادة بيديني، يعني ده مقدار زيادة في السرعة. يعني معنى كده السرعة والموضع بيحصل لها زيادة. هوايل الاريا تحت منحنى الافقي او المحور الافقي اللي هو دي، ده معناها بيديني، بيقلل لي السرعة او الموضع بمقدار التغير. خلي بالك تاني زي ما قلنا ان التفاضل كان بيقلل من درجة المعادلة درجة واحدة، فكانت خلي بالك في الرسم لو انت بتعمل عملية تفاضل، لو السرعة، لو الموضع علاقة تربيعية، يبقى هترسمه منحنى. يبقى معنى كده ان السرعة بتاعته لانها تفاضل من المماس عبارة عن خط مستقيم مائل، ده معناه ان العجلة الخاصة بالمرحلة ديت اللي هي تفاضل السرعة بالنسبة للزمن اللي هي مقدار ثابت، التكامل بقى العكس بيزود بدرجة المعادلة مقدار واحد. يعني لو العجلة اللي عندي بتساوي تي، يبقى السرعة هتعمل عملية تكامل للعجلة، يعني تي تربيع على 2 مثلا، يعني بدل ما كان المنحنى من الدرجة الأولى بقى المنحنى من الدرجة الثانية. لو هتجيب من السرعة الموضع، السرعة خلاص بقت منحنى من الدرجة الثانية، يبقى الموضع هيبقى منحنى من الدرجة الثالثة. يعني التكامل بيزود لي درجة المعادلة درجة خلال كل عملية. بمعنى إن لو السرعة اللي عندي مقدار ثابت، يعني هتمثل بخط مستقيم أفقي، ده معناه إن الـ S اللي هي البوزيشن، لأن أنا هعمل عملية تكامل للثابت يديني معادلة خط مستقيم، فلينير تديني دالة خطية في الـ T، بينما لأن طبعا السرعة عشان أجيب منها الموضع بعمل عملية تكامل فيديني من درجة أولى منحنى خط مستقيم مايل. إنما لو جيت أجيب العجلة في الحالة اللي إحنا فيها ديت، وبما إن السرعة مقدار ثابت، فيديني إن العجلة بزيرو لأن التفاضل بيقلل من درجة المعادلة واحد. على سبيل المثال لو العجلة اللي عندي مقدار ثابت فهتمثل بخط مستقيم أفقي، ده معناها إن السرعة، طبعا السرعة من العجلة هعمل عملية تكامل، فده معناها إن هيديني دالة خطية يعني خط مستقيم مايل، ده معناها إن الموضع هيبقى من الدرجة الثانية، يعني هيمثل على هيئة بارابولا. لو العجلة اللي عندي دالة خطية، ده معناها ان السرعة هتبقى من الدرجة الثانية، ده معناها ان الموضع هيبقى من الدرجة الثالثة. نوع جديد من المنحنيات، النوع اللي فات كنت برسم تغير المتغيرات الحركة اللي هي السرعة والموضع والعجلة مع الزمن، فكان عندي 3 منحنيات: تغير الموضع مع الزمن اللي هو الاس مع التي، تغير السرعة مع الزمن اللي هو الفي مع التي، تغير العجلة مع الزمن اللي هو الاي مع التي. عندي نوع جديد من المنحنيات، التغير بيترسم مع الموضع. فعندي منحنيين، الفي مع الاس تغير السرعة مع الموضع، والاي مع الاس اللي هو تغير العجلة مع الموضع. تعال نشوف لو معطى بالنسبة لي تغير العجلة مع الموضع، وقلت لك ان انا عايز انشئ تغير السرعة مع الموضع، معلوم بالنسبة لي الاي مع الاس، وعايز انشئ منحنى السرعة مع الموضع. هو ايه اللي يربط العجلة بالسرعة بالموضع؟ العلاقة اللي بتقول ان العجلة بتساوي ال v dv by ds. يعني المفروض ان انا هعمل عملية تكامل عشان اقدر اجيب من السرعة، من العجلة السرعة. هعمل فصل متغيرات، بما ان معروف عندي الشروط الابتدائية ان عندي v، ان ال v بتساوي ال v واحد عند، وال s بتساوي s واحد، وال v بتساوي ال v 2 عند s بتساوي s 2. يعني عند موضع s 1 كان معلوم عندي السرعة v 1،
وعند موضع S2 كان المعلومة عندي السرعة في 2، فأروح أخد العلاقة ديت وأفصل متغيرات، يبقى الـ VdV بتساوي الـ ADS. أروح أعمل عملية تكامل من V1 لـ V2، وأعمل عملية تكامل للـ ADS من S1 لـ S2، تكامل الـ V بـ V سكوير على الـ 2، وأعوض بحدود التكامل، يبقى V2 سكوير على الـ 2 ناقص V1 سكوير على الـ 2، وخد النص عامل مشترك، يبقى نص الـ V2 سكوير ناقص V1 سكوير بتساوي تكامل العدد. على حسب شكل العلاقة المعطاة في المسائل زي مسائل الشيت اللي فات والمحاضرة اللي فاتت، كنت بحط العجلة وأعمل لها عملية تكامل. طب أنا لو ما عنديش العجلة عشان أكملها، أنا عارف إن التكامل معناه هندسيًا هو المساحة تحت المنحنى، يبقى ده معناه إن المساحة تحت المنحنى ما بيدينيش التغير في السرعة، ده بيديني الـ V2 سكوير على 2 ناقص الـ V1 سكوير على 2، بعكس منحنى اللي كان المحور الأفقي فيه هو محور الزمن، كان تكامل العجلة بالنسبة للزمن يديني التغير في السرعة اللي هو V2 ناقص V1، إنما تكامل العجلة بالنسبة للإس يديني V2 سكوير على 2 ناقص V1 سكوير على 2. فلو معلوم عندي المرحلة الابتدائية للحركة، يعني معلوم عند S1، معلوم عندي ال V1، أقدر أجيب منها من المساحة تحت المنحنى قيمة السرعة عند S2. هطبق العلاقة دي، هقول إن نص V2 سكوير ناقص V1 سكوير بتساوي المساحة تحت المنحنى. أجيب المساحة تحت المنحنى دي هتبقى معلومة بالنسبة لي أقدر أجيبها، وعندي ال V1 معلومة، أقدر أجيب من هنا من ال V2 أوقع المنحنى، وكذلك في المرحلة اللي بعد كده وهكذا. يبقى القانون بيقول لي دلوقتي اللي هستخدمه إن نص V2 سكوير ناقص V1 سكوير بتساوي تكامل الـ ADS، أو بتساوي المساحة تحت المنحنى. يعني لو جيت طبقت مثلا على المرحلة الأولى من S نود لـ S1، عند S نود كانت الـ A نود معلومة وكانت الـ V نود معلومة، يعني كان عندي الـ Initial Velocity معلومة عند الـ S نود اللي هي مثلا بزيرو. هل أقدر أجيب السرعة عند V1؟ أقدر أجيب السرعة عند V1. هطبق القانون ده، يبقى القانون هيقول لي إن نص V1 سكوير ناقص الـ V نود سكوير بيساوي المساحة تحت المنحنى، نص V1 سكوير ناقص V نود سكوير بيساوي التكامل اللي هو المساحة تحت المنحنى اللي هو الجزء المتهشر بالأحمر ده. يبقى معنى كده ان الفي واحد سكوير ناقص الفي نود سكوير بتساوي 2 في المساحه تحت المنحنى، يبقى في واحد بتساوي الجذر، واقدر اجيب الفي واحد، وبعد كده هعتبر ان الفي واحد ديت هي الشرط الابتدائي للمرحله الجديده من اس واحد لاس اتنين. فبقى عندي عند اس واحد الفي واحد معلومه، اقدر اجيب عند اس اتنين الفي اتنين، هقول ان نص في اتنين سكوير ناقص في واحد سكوير، الفي واحد بقت معلومه بيساوي المساحه تحت المنحنى من اس واحد لاس اتنين، وهكذا، وتبدأ تكمل المنحنى بتاعك لحد ما توصل لمنحنى السرعة. طب لو هو عاكس اداني منحنى السرعة مع الموضع، وطالب مني منحنى العجلة مع الموضع، يعني المنحنى السرعة مع الموضع معلوم، وعايز انشئ منحنى العجلة مع الموضع. انا عارف ان العجلة بتيجي من تفاضل، بس العلاقة اللي تربط العجلة بالسرعة بالموضع بتقول إن العجلة بتساوي الـ V دي V باي دي S، يعني بتساوي مقدار السرعة في ميل مماس منحنى السرعة مع الزمن. تذكر منحنى السرعة مع الزمن اللي فات كان ميل المماس منحنى السرعة مع الزمن يديني العجلة مباشرة، انما ميل مماس منحنى الموضع مع الزمن اللي هو المنحنى الفي مع الاس لازم ينضرب في مقدار السرعة عند هذه اللحظة عشان اقدر اجيب قيمة العجلة عند هذه اللحظة. فرق ما بين المنحنيين، المنحنى لما كانت الفي بدلالة الزمن كانت العجلة دي في باي دي تي، يعني العجلة هي ميل المماس عند اللحظة الزمنية دي مباشرة. طب العجلة في المنحنى السرعة مع الموضع، العجلة بتساوي ال V في دي V باي دي S، يعني بتساوي مقدار السرعة مضروبا في ميل المماس منحنى السرعة مع الموضع. يعني علشان أجيب العجلة عند الموضع ده هروح أجيب وأقيس مقدار السرعة دي، أقيس مقدار السرعة، أدي الخطوة الأولانية.
هضربها في ميل مماس منحنى الموضع مع السرعة، مع السرعة مع الموضع عند هذه اللحظة. يبقى عند هذه اللحظة عشان أجيب قيمة العجلة أروح أجيب قيمة السرعة الأول، أضربها في ميل المماس يديني قيمة العجلة عند هذه اللحظة. في طريقة تانية أقدر أجيب منها قيمة العجلة بيانيا مباشرة. بيقول لي لو أنت عندك معلوم منحنى السرعة مع الموضع، مفيش مشكلة، معلوم منحنى السرعة مع الموضع. طيب عايز أجيب قيمة العجلة عند لحظة معينة، عند اللحظة اللي هي عند الموضع، مثلا الموضع ده اللي هسميه مثلا اس داش مثلا. عند الموضع ده أقدر أرسم ميل مماس منحنى الموضع مع منحنى السرعة مع الموضع. عند اللحظة ديت عند S بتساوي S داش أقدر أرسم ميل مماس منحنى السرعة مع الموضع كمان. وبعد ما أرسم ميل المماس هرسم العمودي على المنحنى، وطبعا معروف إن العمود على المنحنى هو عمود على المماس. يبقى اجي من عند النقطة ديت وارسم عمود على المماس لحد ما اقطع محور S في نقطة. يبقى المسافة اللي اسمها CB ديت اللي بنسميها السب نورمال هي دي قيمة العجلة. تاني انا عايز اجيب قيمة العجلة من منحنى السرعة مع الموضع عند موضع معين اللي اسمه S داش. هاجي عند الموضع ده واروح راسم ميل المماس عند النقطة دي، ومن عند النقطة أخد عمود على المنحنى، والعمود على المنحنى اللي هو عمودي على المماس لحد ما يقطع محور S في نقطة. المسافة الوصل ما بين ال C وال B بنسميها السب نورمال، هي دي قيمة العجلة. تعال نشوف الكلام ده حقيقي ولا لأ. بقول لك أنت لو تلاحظ طبعا بعد ما ترسم المماس وأدي الأفقي، أنت عارف إن الزاوية دي اسمها سيتا، وسيتا اللي هي التان بتاعتها هي ميل المماس اللي هي دي في باي دي اس. طيب تمام، لو تلاحظ بعد ما ترسم الخط العمودي على المنحنى اللي هو الاي بي ده ان الزاوية دي هي نفسها الزاوية دي. طيب بما ان الزاوية دي هي نفسها الزاوية ديت، طب تان سيتا للمثلث اي سي بي، تان سيتا بتساوي ايه؟ بتساوي مقابل اللي هو السي بي او البي سي على مجاور اللي هو الاي سي، اضرب طرفين في وسطين يبقى البي سي بتساوي اي سي في تاني الزاويه. طب تاني الزاويه ديت الاي سي اللي هو مين على المنحنى؟ اللي هو قيمه السرعه عند النقطه اللي انا رايح اجيب عندها مقدار العجله اللي انا سميتها النقطه الاس داش مثلا، يبقى دي قيمه السرعه. طب التان سيتا، طب ما انا اقدر اجيب تان سيتا، تان سيتا ما انا عارف ان هي ميل المماس، وميل المماس اللي هو المشتقه الاولى لمنحنى الموضع مع مين؟ مع الزمن اللي هي الدي في باي دي اس. هو مين الفي دي في باي دي اس اللي هي قيمه العجله. فانت ليك الحريه ان انت تجيب العجله بيانيا بالطريقه اللي فاتت او بطريقه النورمال والساب نورمال اللي هي الطريقه ديت مباشره من على المنحنى. شكرا لحضراتكم. الجزء الثاني من المحاضره هنبدا نطبق ونحل مسائل على اللي احنا شرحناه في المحاضره ديت، اللي هو النوعين من المنحنيات، النوع الأولاني اللي هو منحنيات الموضع والسرعة والعجلة مع الزمن، والنوع الثاني اللي هو منحنيات السرعة والعجلة مع الموضع. شكرا لحضراتكم، بالتوفيق إن شاء الله.